مرحبا. وبيك عايش؟ بس الحمد لله. أتمنى روحك حسني ريحي أسيل سليانة بالضبط تحديدا بوردة. مرحبا بيك. بيك عايش. سؤالي هو هل صحيح أنه فما برشا من الشباب يخدموا باش يجملوا حق الحرقة؟ بتبيع بريسك طوى أكثر بريسك حتى الشعب التونسي نقولوا الشعب التونسي بكله بريسك حتى كبار وصغار طوى تشوف فيها تحرق كبار وصغار حتى سببيت عادي معناها كي يدبر الشاب كي يدبر خدمة باش يحرق تو 500 و 600 دينار تخلص يعني ما يخممش انه يكون منها الخدمة هذيك مش طوى تشوف فيها كل يوم زيادات اخر حاجة البارحة تيكي زادت هذه أبسط حاجة معناها شنو يا اخي كل يوم تسمع زيد كل يوم ما فما حتى شيء ما زادش ما نعهد بن علي تو شنو ما زادش ما فما حتى شيء لا اله الا الله انت زاده هكاك بتبيع ما فماش حتى واحد تو ماهوش يخمم فيها بتبيع خدمه هذيك على جنب والحرق على جنب شنو تخدم تو تو كوشه قداش عندك فيها الخدمه هذه بريسك عامين وشوية داخل في 3 سنين كهو يعني مش حطتها خدمة ما هيش خدمة رسمية تو دي جوست شادين يدين وبرا كهو شادين يدين؟ ايه بتبيع فمش خدمة في تونس توصل انك تبقى في الخدمة هذه لا ما هيش في راسي لحكي ايش طموحك؟ ايش طموح الجملة زي زي جست انا قلت لك جست تجمل منها في فلوس اي بتبيع خاطر مستحق هذاك علاش حاجتي بفلوس هذاك علاش الفلوس هذيك الغايه نتاعها انك باش تحرق بها بيع بتبيع هذيك الاولى هذيك الاولى والاخرانية في عامين قديش جملت ما علينا خليهم في سترة ربي وكاو مبلغ باهي بتبيع بتبيع مدام عامين مدام عامين بتبيع مبلغ باهي لا علينا فيك مثلا انك تمشي تخمم تبني بهم دار ولا دار طوى دار سمحني دار قديش برشا فلوس 50 مليون كي عندك 50 و 60 مليون هي عاد علاش تبقى بهم في تونس تعمل بهم مشروع 50 مليون نمشي نحطهم في دار هي وبعد وزيدهم عرس هي وبعد قديش تكلفوا هذوما برشا هي عاد كي عندي نظم الكل عاد علاش نحرق؟ انت كي تجمل هذوما الكل وتعملهم في تونس ما تنجمش تخلط باش تجملهم تنجم انت هكا جملت مبلغ طبعا عمري 21 سنة هي كيف نخلط انا نجمل هذوك على قد ايه؟ قد ايش هو اليوم؟ 70 80 سنة ايه بتبيع هذاك هو خاطر ما تخلصش الشهرية بتبيعتها في تونس ما تخلصش وما توصلش بين مصروفك دخانك نهارك بصفة عام شو تلقى بعد ما تلقى شيء تصور انه اغلب الشباب هكا معناه يدبروا خدمة جس باش جملوا حق حرقة تبيع الكل تو اي واحد 70% حتى 80% تو اللي تسأله يقول لك كذا كهو يخمم كم في الحرقة ما فهم حتى شيء يخدموا معك عبيد يخدموا صحيح زيدا نفس تفكيرك انت والله بريسك لا اللي يخدموا معايا اشترى معارسين صي ما عادش صي تحط حبال المشرقة في كريوم صي ما عادش فيها صي عرسوا جيبوا صغار صي ما عادش فيها هكا كلها بريسك كلها في اللي جينا كلها نفس الطموح الكل ما فما انت توا كي تخمم في الحرقة عندك فكرة على السويم بتبيعة من الستة وانت ماشي هاي نعطيك انا ابسط حاجة من الستة شنو الفرق ما بين الستة وما بين سبعة وما بين ثمانية تسعة انت وش قف وقت نوعيت شقف هاي انت ونوعيت شقف وقت وانت وين بنوي تحط روح انا وين توصل الفلوس اللي توصل الفلوس وقتها سي اما وقت اللي توصل مانيش خمم المهم نوصل غادي وكاو كاو ما مانيش خمم ما تخافش هكا ليه عادي كما يقولوا فيها هو ميت لنا ولا غادي كيف كيف مش ميت هنا حي 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 ميت لهنا حي ميت تعرفها حي ميت حي ميت بالضبط لهنا شنو هي الحياه لهنا شنو تمركي في نهارك بريسك هاك تاكل وتشرب هذاك وكان خلطت عليه مكه ما فما حتى شيء شو هو الشيء اللي تلوج عليه
ايه علاش يا اخي شباب بطبيعه كلنا باش نطمحوا لحاجه يا اخي، واحد يحب يعمل فلوس كرهبه دار بطبيعه، ما في في تونس ما تنجمش تدخل تعملها. افترضوا انك مشيت ووصلت وصاي شي باش تعمل؟ ضحكت ها؟ ضحكت ايه بطبيعه هني قلت لك غادي لنا ولا شي باش تعمل؟ بطبيعه غادي باش تتمرمد باش تبات البرة باش كل شيء باش يصير فيك، اما ما تدريش عليه تحل في وجهك عاد، اما لازمك تعرف روحك على شنو قادم بطبيعه، خاطر بطبيعه ماهيش سهله. عندك صحابك حرقوا قبلك؟ اي برشا برشا من حمله حومتي برشا حرق. شنو يحكيوا لك؟ والله حسب ما نشوفه كل راني نحكي معاهم، واحد وصلوا شيء اللي يخدم. وصلوا شيء؟ ها؟ مزيان بريسك سنين هما حرقوا سيف عمني. ايه كلها تخدم جوابي. عندك دبلوم؟ عندك؟ اي والله عندي دبلوم حجامه. ليش ما خدمتش به في تونس؟ تخلصت وبلي باش يعطوهولك، اي تعمل به قرض وتبقى كل شهر ولا شنو يتخلص، اي باش تخلص الكريه، تخلص الحانوت، تخلص القرض، ما تخلص جمله. حتى كي باش تخدم صانع يعني مع شكون؟ اي كيك ما تخلصش طول. تبقى بطال وما تخدم الصانع. بطبيعه ما تخلصش تو هي صانع قداش باش يعطيك؟ انت عمرك 21 نورمالمون راك في القرايه، ما زلت تقرا قريب تكمل قرايتك. قرايه صحيح واحد ما عنديش ليها راس صحيح. اما ما اني شوف حسب ما نشوف كنت نجم نكمل ليبر حاجه كيما كيك، اما نشوف فيه طويل كلها توصل باك فاكولتي بعد اللي يتخرج بعد تقرا شهادة الدار هي، وبعد تقرا 20 سنه ولا 22 سنه وبعد شهادة الدار، شنو الفرق؟ شنو حكاية زايدة طول معناها؟ ما فما حد شيء باش تبدل، هي عاد مبطل وكاو. تحسها مضيعة الوقت؟ ولا بالضبط. ما مش صحيحة. في تونس نعطيك أنا حاجة من الآخر، في تونس عندك الأكتاف وعندك الفلوس توصل، ما عندكش ما توصلش. من الآخر. عندك أكتاف، عندك شكون، تنجم تدخل في أي بلاصة، حتى ماكش قاري جملة، حتى ماكش واصل. توصل تدخل. ماكش قاري تدخل عادي برشا نعرفهم، يعجبكش ما يعرفش حتى يكتب اسم تلقى شادي بلاصه معناها بوست باهية. بوست باهية أبسط حاجة يخدم حتى في الحاكم، هذه أبسط حاجة. هي وما هوش قاري الجملة راهو المشكلة فيش. هذا كامل هذا كي هي يعني قلت لك تونس إلى الجحيم من الآخر. خلي الكلمة الختام. مش عندي باش نقول لك. تونس ما فيهاش دواء.